مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الأخت فاتحة. فاتحة الله عز وجل اللي علم بالحالة ديالها، تبحث عن الإبن ديالها حوالي 3 أو 4 سنوات. في لحظة من اللحظات ملف يلف الغموض. تبعوا معايا، قولي لي اللي بغيتي. انت كتهضري معايا وكتبكي. الله اللي عالم بيا، الله اللي عالم بيا وليدي. السلام عليكم. السلام عليكم أولدي. كيفاش انت ما لقيتيش عبد القادر؟ كيفاش انت ما لقيتوش؟ قادر قيسته قصة وليدي. قادر كان خدام تيكنيسيان من المدرسة، دار ديبلوم تيكنيسيان، كيخدم للناس، كيعيطوا عليه، صيفطوه كليان عند شي حد، كيخدم. هي هذيك مشى عند هاد الناس خدم ليهم. هاد السيدة وبنتها داروا مع الولد علاقة ديال الزواج. اليوم غدا، اليوم غدا جا الولد قال لك غادي ناخذ هذيك البنت. قلنا له واخا. مشيت أنا وباه لعند هذوك الناس، دوينا معاهم، قلنا نوجدوا راسنا، راه حنا نجيو دابا، حنا جينا غير تعارف، سولوا علينا ونسالوا عليكم، ماشي خطبة، ماشي شي حاجة، نتعارف نتعارفوا، سولوا ونسالوا. شوية الولد قفل ديك الشهر هذه، قال لك ما بقيتش باغيها، قال له بوها ما بقيتش باغيها با. قال له علاش؟ قال له ما تصلح ليا، ما نصلح ليها، ما غاديش ناخذها. صافي هي هذيك البنت جهلات، هي وامها جهلوا. صافي فين يشدوا الولد. كان عندي واحد العرس ديال بنتي، هذيك الليله داز العرس للصباح مع الفطاير الصباح، معيطه للولد او كيفاش، تعيطوا لينا السيده اللي صاحبتها، هي عيطت لصاحبتها وصاحبتها عيطت لبنتي اللي عروس. اجوا هبطوا لخوكم، ملي هبطوا لقاوه قال لك هزوه في الطوموبيله وداوه لسيدي الحسن، داوه عند البوليس الوفاق، والوفاق قال لهم الولد راه ما عرفش شنو واكل، داوه لسيدي الحسن. لحقوا داروا له الانعاش، الولد واكل شي حاجه، جابوه للدار في واحد الحاله لا يرتاح لها. الطفل هبط بطوموبيلته لابس حوايجو تخرج حماق مزق فارعن من هنا، ما عرفتش باش فارعن، كانوا غيجبدوا له مصارن، ما عرفتش هذاك الشيء شنو كانوا غيديروا ليه. قال لي امي الله نجاني من الموت امي. قال لي من طاتني امها كاس ديال القهوه، قال لي شربته، قال لي مخي تقلب، ما عرفتش اشنو طرا ليا. امها وخوها وهي خرج في ديك الحاله اللي يرتا لها، دار شكايه، قالوا باه دير ولدي شكايه ودفعها لوكيل الملك ديال تماره. درنا شكايه، دفعها لوكيل الملك ديال تماره، هي ودوك التصاور اللي عندهم وداك الكلام اللي قيل هو الوكيل الملك. انا ما قايلاش، انا دابا وليدي ميت ولا حي، انا ما قايلش، انا هذا الكلام هو اللي قايله. لا دابا غير مني دار هو الشكايه، كيفاش تم من بعد غبر ما بقيتيش لقيتيه؟ نهار 22/2019 شهر 4 بينات القضيه والقضيه 5 شهور ما كاملاش، مشات العنق الجمل هي وياه، قالت لهم راه غرق العنق الجبل. تجاتني اخبار انا في العشيه مع ديك السته، تجاني تليفون عند صاحبو ولدك راه مدابز. مشيت هبطت كنجري لهذيك البلاصه، كنسول الناس كيقولوا لي لا ما كاينه لا دبوزه لا والو، ما كاين لا دبوزه لا والو. شويه هو يجي اخوه عندي قال لي امي راه ولدك راه شنو ها شنو راه غرق، قال لك راه غرق. مشيت كنجري لعداراك، سولتهم، دخلت عند لاجودان سولتهم، قلت لهم ها شنو، قالوا لي راه كان مع البنت وهي قالت لنا راه غرق، ولكن حنا قال لك حنا ما شفناش شي حاجه تنحقوا. الجثه ما بانتش، الجثه ما بانتش. الصباح طلعت لامارين، هاد البلاصه اللي قالت غرق فيها بعدا حدا الحراسه الملكيه البحريه حدا لامارين. حاشا ولدي واش يمشي لديك البلاصه خايبه ممنوع فيها الجلوس، ممنوع فيها السباحه، ممنوع فيها العوم. وقالت لهم راه غرق تم، طاح تم في هذيك البلاصه. هذيك البلاصه مشي اللي سولنا، مشيت كنسول لاجودان، قلت لهم واش عطاتكم شي حوايج ديالو، عطاتكم شي هادي، جبد لي جدارمي السروال والسبرديله في كارطونه. قال لي ها هادو اللي عطاتنا غير السروال والسبرديله، قلت له حوايج الاخرين، قال لك هادو اللي عطاتهم لينا. صافي هي هذيك، قلت لهم التليفون، قالوا لي شكون اللي قالها لك انت؟ قالوا لي شكون اللي قال لك سقتي الخبر؟ قلت لهم قالها لي صاحبه هو اللي عيط لي، قال لي ولدك غير مدابس. عيطوا لصاحبه، جيت جا صاحبه قال له شكون اللي عيط لك؟ قال لهم عيطت لي هي. ومنين عيطت لك؟ قال لهم عيطت لي من تليفون الولد، تليفون صاحبي، قالت لي راه صاحبك غرق باش نوصلها انا لدارهم. كدير مفاجآت ديك المره، قالتها لصاحبتها ودابا قالتها لصاحبه. دابا لهاد الساعه اللي حنا فيها فين وصل هذا الملف؟ فين وصل هذا الملف؟ باقي ماشي التليفون ولدي، تليفون بورطابل مشتوش. عيط عليها الجدارمي وقال لها باش عيطتي لصاحبه وريني التليفون، صاحبه باقي عنده في جيبه. هاد الابحاث كلهم اللي دازوا
هي دابا شنو كدير هي مشدوده خارجه؟ خارجه حاله صراح. انا اللي مشدوده في القلب ديالي وليدي، انا اللي مشويه وليدي، انا اللي مشويه. هذه اللي قالت لهم مشات لعنق الجمل وقالت لهم راه طاح في الاخر، قالت قاضي التحقيق طاح على الحشيش، طاح على الحشيش. وهاد البلاصه اللي قال طاح منها راه 15 متر ولا 16 كل غرق، الا طاح من تما غيت وقريبه لا مارين ولا مارين دبانه كيشوفوا علاش طاحت. ولدي ما عنده لا صوابق، ولدي ما عنده شي حاجه ديال الحشيش، ما عمرو تشد عليها، ما عمرو عنده شي حاجه خايبه وتقول شي بصمه عنده في المخزن شي حد داعي ولدي. هي هذه الصوره وعطاتهم الحوايج، عطاتهم غير الحوايج السروال والسبرديله، فين هما الحوايج الاخرين؟ فين هما؟ بغيت نعرف فين هما الحوايج الاخرين. دابا فين وصل الملف دابا؟ شنو الملف؟ باقي في التحقيق، باقي دابا من التحقيق داز الجلسات، وانا باغيه التحقيق، باغيه التحقيق التعميق، وباغيه الهواتف كل شيء تعود بالخبره لا ديالهم كاملين. جبتها ما عمرها تلقات، وجبتها ما تلقاتش نهائيا. اختي الله يفرجها لك يا رب نهائيا. وهذا اللي قالت ولدي طاح على ديك الحشيش على ديك البلاصه، شكون كان يساعد ولدي؟ شكون كان يطلعو؟ واش كوبطير كتهبط حشيش تما كيمشيو ليها الناس يهزوه؟ حاشا حاشا، اللي بغى يدير جريمه كيوصلها بهذه الطريقه. الله يفرجها لك يا رب. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، الله يسمح لينا من الوالدين الشغل الشاغل ديالها انه تعرف الحيتيات ديال القصه، وكذلك تبين الحقيقه اكثر في الموضوع. الابن ديالها هي لا زالت تقول مختفي لانه ما شافتوش وما لقاتش الجثه ديالو، وكذلك بعض النقط لشيء ما فيها غموض. مشاهدينا الكرام نحن على تتبع لهذا الملف، وسوف نوافيكم دائما الجديد فيما يخص هذه الام التي تبحث عن القصه الحقيقيه في الابن ديالها. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.